التطورات صح؟ بكل تأكيد ما عندي مشكلة، هذا أنا اللي بناقش. لا لا، قضية قل لي إنه هذا الكتاب زبالة مثل التوراة. زبالتين مش زبالة واحدة، زبالتين. إذا أنت باني لك صراع كامل على أساس الزبالة. أنا صاحب أرض كنت عايش فيها. أنت مش صاحب أرض، أنت مش صاحب أرض. مين صاحب الأرض؟ أنا بدي أوصل معك أعرف مين صاحب الأرض. أنت مرة تقول لي أنه اليهود هم أصحاب الأرض الأصليين بما أنهم أول من وطأوا. مجرد من أولاد الغزاة، من نسل الغزاة. لأنه الآن أخذوا منكم الأراضي. متى ظهر اليهود؟ وصاروا أقوى منكم، ما يخليك صاحب أرض يعني. يا أخي على عيني وراسي، إذا نتكلم بمنطق القوة نحن. هي روح اتكلم معهم بغناء ولا راح يدعسوا على راسه، كيف تتكلم؟ احسنت بالضبط. انا اذا نتكلم بمنطق القوه، هم عملوا واشتغلوا واصبحوا اقوياء، ولكن عندما نتكلم بمنطق الحق انا مش عارف اتكلم معك باي منطق. ليش مش قادرين يصيروا اقوياء؟ بالضبط، هذا ممكن اتفق معك فيه، لكن انت قل لي بمنطق الحق. بمنطق الحق لانهم كانوا لانكم ببساطه شديده عقليتكم نفس التخلف اللي كان موجود قبل 1400 سنه. بلا شك، انا لا اختلف معك هذه النقطه، ولكن مساله الحق اذا نتكلم بالقوه فهم كانوا اقوى، هم اقوى منا وغلبونا وبرافو عليهم، احسنوا واسد على ايديهم. ولكن إذا نتكلم بمنطق الحق أنا أقول لك توقف، إلا إذا كان فعلا كلامك الحق مين اللي بيحدده؟ الحق يحدد الحق يحدد شعب. لحظة، الحق مين اللي بيحدده؟ شعب عنصري مش قادر يعيش مع بعض. مش بس احنا شعوب عنصرية، ولكن اليهود فعلا عنصريين كمان. لا تكلمني عن الحق، روح عالج عنصريتك وبعدين تعال. اذا نتكلم انت تتكلم ان هم كانوا قبل. جيب لي شوية ناس ارهابيين، شوية ناس مش قادرين يتقبل. لحظة يا حبيبي، مش قادرين يتقبلوا بعض، لا تجي تكلمني عن حقه. انا اتفق معك يا استاذ محمد صالح. لحظة يا حبيبي، انتوا كفلسطينيين فقدتوا اي قدرة على انكم تتكلم عن اي حق في العالم. ليش؟ لانكم ببساطة شديدة اظهرتوا اغبى نموذج لاغبى شعب في العالم. لا تجمع، نحن شعب مكلوم بالحمساوية وباليهود. لا تجمع، احنا غصب عننا لان ناس مسلحين. والسلطة شنو؟ والسلطة انيال، لان السلطة عينك بتقول احنا لك شو. مين هو الشعب؟ الشعب الفلسطيني يا اما حمساوي يا اما فتحاوي. لا 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 لا. يا غلطان. اما مو بكيفك والله. شوف يا ثلاث ارباع. لحظة اهدى شوي. يا اما يعني فتحاوي او حمساوي او موزع بين اللحظة يا عبي يا حبيبي، موزع بين الفصائل، وتقريبا في تقريبا 37 شخص مش منتمي، يعني في حوالي 70% من الشعب غير منظم. والله هذا غير صحيح، انا اؤكد لك هذا الكلام. انا ابن غزة، وانا اعلم هذا الشيء. 70% من شعب غزة يكره حماس ويكره فتح، لانه ولا واحد اشتغل عشان مصلحه الشعب. كل واحد اليوم لو عملوا انتخابات ديمقراطيه في غزه، تعرف مين راح يفوز؟ بكل تاكيد حماس مش راح تفوز. لا راح يفوز علي خامنئي صراحه. بكل تاكيد حماس مش حتفوز، ولا علي خامنئي حيفوز. انا باكد لك راح يفوز. الشعب الغزاوي بعد ما شاف اخ ابراهيم، هذه عمليه الانكار اللي عندكم عجيبة جدا. تنكرون الواقع، تنكرون التاريخ. أنا أقول لك حماس إرهابية. يا عمي مش قضية هذا الفكرة، أنتم عندكم عملية يعني حالة إنكار رهيبة جدا. الشعب بدو هذا الكلام، خليه يشيل الليل. الشعب مظلوم، الشعب إجوا شوية ناس حنين سلاح وقالوا لهم يا بت. الناس اللي كانت تتصل بأمهاتها تتصل يقول والله انا اسرت، يقول عافية عليك ابني، عافية جزاك الله خير وبار الله يقويك وكذا. شو بتقول؟ وين هذا؟ وين سمعته؟ على قناة الجزيرة الفلسطيني انا يوميا بستمع لكم. وين سمعته؟ على قناة الجزيرة. بس سمعت لها من الناس قناة الجزيرة. لا قناة الجزيرة مثلكم مثل فلسطينية. يا استاذ محمد صالح، فلسطينية تيك توك يا عمي. لحظة، فلسطينية تيك توك. قناة الجزيرة تعمل سلكشن. اسمع فلسطينية في التيك توك
كانوا بيشوفوا الناس صور المخطوفين واللي عايش في مصر واللي عايش في تركيا واللي عايش في اليونان واللي عايش في السويد واللي عايش بيشوفوا بعض صور المخطوفات وكانوا يعملون عليهم مزاد في التيك توك. هذول كلاب شو دخلنا فيهم احنا؟ لا مش لا تقول لي كلاب، هذا هو شعبك انت، هذا هو انت 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 انتوا الان فقط لان داعس على راس محمد صالح. لحظه، لا والله لا 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 قبل يعني انا فتحت بث مثل هذا في 7 اكتوبر، عرفت كيف؟ او في 8 اكتوبر مش متذكر بالضبط، عرفت كيف؟ لما فتحت بث هذا قبل سنه من الان، انا كنت استمع للناس كيف تتكلم. انتوا الان جالسين تتظلموا واحنا كذا، يا عمي روح شوف خطاباتكم كيف كانت قبل سنه والان. انتوا كنتوا قبل سنه من الان، قبل سنه من الان اللي كان يستمع لكم كان والله مثل العنجهيه اللي كانت عندكم في 48، راح نرمي في البحر. هذا هو حال استاذ محمد صالح. احنا شعوب عاطفيه، مش بس فلسطين، كل منطقتنا الشرق الاوسط يعني عاطفيه. لا يعني عاطفيه يعني احنا ناس في فرق حبيبي، في فرق تقول عاطفية في فرق تقول همجية. أنتوا شعوب همجية. ما هو العاطفي في النهاية سيؤدي إلى أنه يكون همجي. العاطفة هي التي تجعل الإنسان همجيا في النهاية. أنا قصدي إحنا شعوب لا تفكر بعقلها، مش بس الشعب الفلسطيني، شعوب المنطقة العربية كلها بشكل عام. يطلع واحد يقول له كلمتين شعار حلو شعارين حلو الناس كله بتمشي وراه. إحنا شعوب لما صارت 7 أكتوبر أنا كنت قاعد في البيت بلطم بقول يا خراب الديار. انت واحد من كم كان بيلقم؟ انا بحكي عن حالي، كنت انطم. لا ما هو احنا نتكلم عن انا بحكي لك عن حالي، ولكن انا مفسر انه احنا شعوب. لا 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 لا، انت الشعب الفلسطيني طلع للشارع يوزع حلوى، ذنبه انه كان انه شعب عاطفي جاهل. لا مش عاطفي، شعب همجي. هذا ان يقتل شعب همجي. لا لا لا، شعب على ناس، لحظه، شعب همجي شاف اعتداء على ناس مدنيين صاروا يطلعوا يوزعوا الحلوى عادي. وهذه شعوب العربيه شو تسوي؟ انا بس بدي اقول لك شغله يا استاذ محمد صالح، أنا جدا متفق معك في كل ما، ولكن ضايقني جدا التحامل الشديد على كل الشعب الفلسطيني. أنت جمعت كل الشعب الفلسطيني. أنت مش قضية تحامل، أنتوا ناس ما عندكم استعداد أنكم تنصلحوا، يعني ما عندكم. لذلك هذا التحامل والتحامل على كل الشعب الفلسطيني هو ما اخذوا عليه الفلسطينيين. عندي الناس اللي من القلائل، كلهم مع حماس يا استاذ. الناس القلائل اللي بدخل عندهم في البثوث ناس فلسطينيين، مش تحامل. كلهم مع حماس يا استاذ. اصدقائي فلسطينيين، مش تحامل. ولكن لما انت تجي عامل لي مظلوميه الحسين شايلها فوق راسك، وانت عندك شعب همجي عنصري اقصائي. لا 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 لا، مين اللي هجرنا من 48؟ لا تقول لي مين هجرنا. لا لا لا، شوف مين اللي هجرنا من 48؟ هذا اللي انا بتكلم عنه. انا همجي ولا اللي هجرني؟ هو ليل نهار جالس قتل سرقه. انا مين قتلت قبل 48؟ لحظه، انا قبل 48 مين قتلت؟ لحظه يا ابراهيم، لحظه. بليل نهار جالس قتل سرقة استغلال للابتزاز عاطفي وين والسفالة وقلة أدب والسب للآخرين والتعالي فوق الناس. الشعب شعبك متى؟ ثم بعد هذا تجي تقول لي والله إنه إحنا شعب، مين اللي هجرنا؟ طبعا راح يهجروكم. مين اللي بده يعيش معنا؟ أنا قبل 48 مين هجرت؟ أنا قبل 48 كانت فلسطين استعمار بريطاني، انتداب بريطاني عليها. انت عمرك كم يعني؟ 80 سنة؟ مين انا؟ 80 انا عمري 80 سنة؟ ما ادري كيف انت قبل ال 48 كم عمرك؟ اجدادي ابوي وامي. اجدادك ليش طلعوا؟ ليش طلعوا؟ مين طلعوا؟ في حد؟ في حد طلعوا؟ لانه لا انت مصدق قصة اجدادك؟ ما حدا طلعوا. هم هيك حالهم صحيوا الصبح وقالوا يلا بدنا نطلع. كانوا يمارسون نفس العنجهيه تبع الحمامات. ضد مين؟ ضد البولندي اللي اجى. انتم عندكم عنجهيه. انا عنجهيه مارستها ضد البولندي اللي اجى من اوروبا ولا ضد الروماني؟ البولندي اجى من اوروبا. انتم جايين ذوي الشعور الشقراء، هذول اهل المنطقه يا محمد صالح. لحظه يا ابراهيم، انت هذا هو تاريخك.
انت شويه خليط جايين غزات لهذه المنطقه، فلا تجي تقول لي هو بولندي جاي. انت عندك نظره عنصريه، حتى لو حتى كفلسطيني لا ديني نادرا ما تتحرر من النظره العنصريه. لا ما عندي مشكله، انا المنطقه هذه، المنطقه هذه اللي منطقه الشرق الاوسط، هل يتلائم البشره البيضاء فيها مع سكان المنطقه هذه؟ ما يتلائم، ما يتلائم. الشعر الاشقر وعيون انت 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 روح قول هذا الكلام لشعبك. اسرائيل اسرائيل دوله دوله عايشه في ارقى مستوياتها. شوف انت وين حالك، وين حال بلدانك العربيه؟ احنا ولاد كلب. انا بقول لك قبل 48 لحظه يا عمي لحظه. ها في الاردن ما في اسرائيل، تمام؟ في مصر ما في اسرائيل، في المغرب ما في اسرائيل. من 48 احنا تحدثنا في مين ابراهيم؟ ما 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 عندكم، ما عندكم اسرائيل في هذه البلدان، وين حالكم؟ ليش؟ لانه انتم احنا بقول لك متخلفين. انا متفق معك، حد يتكلم ترى راح انزلك اذا استمريت بهي الطريقه. انتم هذه حالكم، من المغرب الى العراق، من المغرب الى اندونيسيا، انتم شعوب متخلفه اصلا. ليش؟ لانه انتم ما عندكم استعداد، ما عندكم استعداد لما تغلطوا تقولوا غلطنا. وجالسين نفس الشيء. ايش بدك يعني اقول غلطنا؟ انا بقول لك غلطنا. انتوا مش، لا ما 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 انت ما له قيمه واحد يقول غلط. انتوا عايشين على 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 مفارقتين، على 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 معادلتين. المعادله الاولى انا مظلوم وهو ظالم، عرفت كيف؟ والمعادله الثانيه انا 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 افضل وهو سيء. هذه هي طول حياتكم كعرب، عندكم عايشين على هذه المعادلتين. بحياتك ما بتشوف عربي جالس يقول عن نفسه انه لا والله احنا كنا شويه ناس بهايم، حمير تصرفنا بطريقه غلط. بحياتك ما انا بقول لك بحياتك ما بتشوف عربي ويقول لا والله هذا الشعب افضل مننا، لانه عندكم عنطزه فاضيه. لا لا بس انا بدي اسالك سؤال، هذا الشعب افضل منا واشتغل احسن منا واشتغل بطريقه صحيحه؟ انا ما بكلم ابراهيم كشخص الان، انا بتكلم عن انا فاهم بحكي عن شعوبنا العربيه. الشعب الفلسطيني يكون عايش في المخيم، في المخيم ها، ويجي يطلع لك على التيك توك يسب في امك واختك وبنتك وزوجتك. يا استاذ محمد صالح، اذا عندك خبرات، مع اشخاص معينين. لحظه، نفس القندره موجود في العراق، في اليمن، في سوريا، في لبنان، نفس القندره كلها. استاذ محمد صالح، هذه شلون كيف ممكن تتطور؟ اتمنى خلي اسرائيل تجي تنظفكم اصلا وتطلعكم من المعادله اصلا. انتم ما تستحقون تكون عندكم دول. اتمنى يا محمد صالح، انتم الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص ما تستحقون للحظه واحده تكون عندكم دوله، ما تستحقون. اتمنى يا محمد صالح انه انت لا تاخذ تصرفات بعض الاشخاص وبعض الخبرات وبعض الخبرات. أنا رجل عراقي انا تربيت وكبرت مع فلسطين لحد ما شابت لحيتي. انا ما بتكلم، ما بكلمك، كل واحد يسمع الخبرات الشخصيه كل واحد مع بعض كل الاشخاص تركوا عندك بعض المشاكل. لحظه، كل واحد يعرف يعني يسمع هذا الكلام يعرف انه انا صادق. انتوا الشعب الفلسطيني ما ينعاش معاكم. لا تعمل تعرف من مظاهر التخلف، لان انا اقول لك ليش ما ينعاش معاكم، لانكم اول ما يجي على لسانكم كس اخت فلان وكس ام فلان وكس زوجة فلان وقال اني بنت جزء من الشعب الفلسطيني. هذا حالكم، هذا جزء من الشعب الفلسطيني. كيف؟ لا تعمم من مظاهر التخلف انك تعمم يا اخي. هذا حالكم. شوف، لا تعمم، لا تعمم، هذا جزء من الشعب الفلسطيني موجود. اسفل شعبين على التيك توك بيسبوا الناس، اسفل شعبين في التيك توك بيسبوا الناس هم الفلسطينيه والسوريين. صحيح، في منهم جزء كبير، في جزء هذه حاله الانكار ما بتفيدك انت. عارف انا لا انت بتنكر واقع كل البشر شايفته. ما تقول لي والله لكن انت بتعمم. انا ما بعمم، انا بصف حالك. انا ممكن اسالك سؤال؟ السؤال اللي بدي اطرحه قبل ال 48، احنا كشعب فلسطيني ما بتخلي الواحد يحكي. يا استاذ محمد صالح، انا بحبك وبحترمك. قابل لسه ما حكيتش كل سؤالي في هذه المنطقه، لسه ما كلمت سؤالي. مش مهم، مش مهم، مش مهم. انتوا ببساطه شديده فقدتوا فرصتكم انه يصير عندكم دوله. خلاص، حاولوا تتقبلوا. بغض النظر، ما بدنا دوله، ما بدنا دوله. انا بحكي لك خلاص، ما بدك دوله. انا غير طالع عندي، طالع عندك عشان ما تقول
انتم التمني انه احنا اليهود عندهم حق، ما تستحق تكون عندكم دوله، اليهود عندهم حق والفلسطيني ما عندهم. واليهود افضل منكم بمراحل صراحه، بكل تاكيد، وانا افصل بالعشره بهذا الكلام. على الاقل استطاعوا من ولا حاجه بعد ما كانوا منبوذين مشردين اوكي، يبقى احنا نمشي بمنطقه استطاعوا خلال كل هذه السنوات يحافظوا على منظومتهم الاجتماعية وعلى عرقهم، ثم استطاعوا أن ينتزعوا دولة من مخالب العالم كله. إذا كان المنطق إبراهيم ترى والله مزعج جدا، أنت تعرف والله ما تكلمت كلمتين كله انت اللي بتتكلم يا استاذ. لا لا والله ما تكلمت، كل ما اجي اسال سؤال ما شايف ما بتخلي انتزعوا دولة من براثين العالم كله في الحرب العالمية الأولى والثانية، في هذه الظروف الصعبة استطاعوا أن يعملوا دولة، وإجوا خلال 80 سنة طوروا دولتهم حتى جعلوها في مقدمة الدول من الناحية التقنية، من الناحية السياسية، من الناحية العسكرية، من الناحية الاستراتيجية، من الناحية الخدماتية للبشرية. انتوا شو عاملين في 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 22 دولة؟ شو جالسين؟ يوم ما أردتم أن تعدلوا قانون مثل ما صرنا في العراق، أرادوا أن يعدلوا قانون عشان ينتحوا الرضيعة. يوم ما يريدوا يعدلوا حياة في أي بلد عربي، شوفوا شو بيعمل. فهمي انتوا والله الشعوب ما تستحقوا، الشعوب العربية ما بتستحق أنها تكون عندها دولة. أنا لو كنت صاحب قرار في الغرب، كنت راح أجي أخذ أولادكم هكذا وأخذكم كلكم هكذا أعيشكم في الصحراء تأكلوا لين ما تنقرضوا، يعني أصلاً ما راح أخليكم تصير عندكم أطفال أصلاً، لأنه ما بتستحقوا تكون عندكم دول وتكونوا يعني هكذا أولياء أمور ومسؤولين عن الناس. ليش خلال كل هاي السنوات في حياتكم ما جبتوا إلا الدمار للبشرية؟ ما عندكم، حتى في أوروبا ما بتعيشوا ناس محترمين، ما عندكم يا يعني. ما عندكم. ممكن أتكلم؟ أنا سبتك والله عشان ما تقولش بقاطعك، بس توعدني في نفس الوقت أنك تخليني أكمل سؤالي. أنا بقاطع، أنا تعرفني. أنا مشكلتي الوحيدة معك، أنا متفق في 95% من الكلام اللي أنت بتحكي. مشكلتي والله أنا هذا 95 مش مهم كثير يعني. طيب الإنسان قد يكون مختلف في نقطة واحدة جوهرية في حياته. طيب ممتاز، خلينا نتوصل إلى هذه النقطة الجوهرية. النقطة الجوهرية اللي إحنا بندور عليها، هل المعيار عندنا هو القوة أم الحق؟ الحق نسبي، متفقين عليه أنه الحق نسبي. ممكن أنا أشوف شيء هذا حقي، أنت تشوفه هذا مش حقي. إذن هو المعيار في النهاية لمن يعمل ويجتهد ويصبح قوي، وبعد ذلك يعني كل شيء لا موضوع الحق والباطل ما لهش علاقة بالقوة. أوكي ممتاز. القوي عندما يصبح قوي هل هو مبرر له كل تصرف؟ لا مش مبرر. أحسنت، إحنا ماشيين صح لحتى الآن، نحن ماشيين صح. إحنا شايف لما أسألك وأنت تجاوبنا على طول في ترتيب للأفكار. أنا مش كذاب، ما عنديش أجندة سياسية. يبقى في ترتيب للأفكار، يبقى ممتاز. نحن اتفقنا حتى الآن إنه القوة اللي هي غير مبرر. خلاص لا تعيد الكلام، مش جالس هو عشان نبني على الـ على الـ على الـ على الأساس اللي جالس تحاضر في روضة. عشان نبني على النقطة اللي وصلنا. تفضل ادخل في الموضوع. طيب طالما إنه الحق هو لا تبرره القوة، أوكي، إذن الحق في النهاية نسبي. إحنا قبل 48، سؤالي قبل 48 على من اعتدينا؟ ترجع ل 48 وارجع على من اعتدينا؟ سؤالي ما انت ما تخليني اكمل، هذا سؤالي الاهم. مش مهم على من اعتدينا، مش مهم. انت بتقول احنا اعتدينا على الناس العنصريين 48 وبقيتوا متخلفين بعد 48. انت قلت لي احنا اعتدينا على الناس كنا عنصريين من 1400 سنة لحد هذا اليوم. أنا بحكي لك الشعب الفلسطيني مثل الشعب اليمني، مثل الشعب السعودي، مثل الشعب العراقي، مثل الشعب المصري. أنتم شوية ناس ما بدكم تعيشوا في 2024. ليش؟ لأنكم شعوب إسلامية، هذه الحقيقة. الشعوب الإسلامية ما بتتقبل غير أنها تدوس على رأسك، وبالتالي هذه الشعوب راح تبقى في ظل هذه المعادلة الدولية والتطور البشر والعالم وكذا، راح تظلوا طول حياتكم عايشين تحت الجزم.
ليش؟ لأنكم ما بتكون تعيشوا في الكرة. لا أنت ما مش متفق معايا. أنت عندك مشكلة جاي تبيع لي خطاب حداثة على لحظة تبيع لي خطاب حداثة على المستوى الشخصي بينما شعبك جالس قبل 1400 سنة. انا شعب فلسطيني يجوا من اليونان ويجوا من مصر ويجوا من ويجوا من الفلاحين ويجوا من شمال. انت شعب فلسطيني ويجوا من العثمانيين ويجوا يهود. احنا مجموعه خليط من جابوا السفلة العرب والكرد والترك وساسكنوهم عندكم. انتوا اولاد فلسطين اصلا هم جاء اصلا ما عندكم انتوا اولاد هذول السفنه مصدقين كذبه انه بتقولون انه احنا كنعانيين. انتوا ما عندكم كنعانيين. لا انا ما قلت لك كنعانيين في فلسطين. والله ما قلت لك كنعانيين. انا قلت لك من كان قبل اليهود. انتوا السلف لشويه ناس غزات. انتوا خلف لشويه ناس سلف غزات. يعني مش ذات الافاق. مين هم الغزات؟ من كذا منطقة ولا بس من المسلمين؟ الآن أنت لو تروح لفلسطين راح تلاقي اللي 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 أصوله تركية واللي أصوله أهدى يبقى مسلمين بس أصوله تركية أصوله عراقية أصوله سعودية أصوله بطيخية يبقى إحنا خليط وأصوله يهودية. لا ما عندكم أصول يهودية. ما عندكم لا بقول لك إحنا كنا خليط من مجموعة ناس بشر عايشين في هذا المنطقة. لا مش خليط. أنتوا المسلمين العرب المسلمين اللي بتدعون أنكم أنتوا الآن الفلسطينيين اللي رافعين الراية. عارف كيف؟ كلكم شوية ناس من سلالة الغزاة. يعني هذه حقيقة. لا مش من سلالة الغزاة. أجيب لك الدليل من سلالة الغزاة. الإسلام إجا على منطقة فلسطين مع عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ نعم. أوكي. هل كان من يسكن في هذه المنطقة مسلمين؟ لا. ثم أصبحوا مسلمين بعد ذلك لأن عمر بن الخطاب. يا عمي ما حد أصبح مسلم. مش على طول. لا ما أنت شفت جاهل بالتاريخ. عمر بن الخطاب كان بيضيق على الناس لين ما هذول الناس هربوا من فلسطين راحوا لروما راحوا لمناطق واللي بقايا المسيحيين اللي بقوا في فلسطين كلهم كانوا عايشين تحت قنادر المسلمين. أجيب لك دليل إنه كلامك خطأ. لا عمي ما أنت مش فاهم الفكرة. أنا بحكي بالدليل. عمر بن الخطاب لما إجا كانوا أقلية في 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 فلسطين بسبب الاطلاعنا. لا ما بتسمع أنت والله ما بتسمع. عرفت؟ بعد ذلك لما مات عمر بن الخطاب وصارت المشاكل بين الصحابة وعبد الله بن الزبير ومعاوية ويزيد وكل هذا الكلام. عرفت كيف؟ أصبح هذول الناس يعني يتركوا هذه البلدان. وبعد ذلك لما اجت الدوله العباسيه وبعد ذلك صارت حروب صليبيه حتى الطحن لانكم كنتوا بتسحقوا المسيحيين في هذا البلد. وان المسيحيين ما دخلوا الاسلام. انتوا واهمين جدا. اجيب لك دليل المسيحية انه المسيحيين يا عمي افهم المسيحيين ما دخلوا الاسلام الا بحالتين. الحاله الاولى عشان يهربوا من الجزية اللي كنتم تفرضوها عليهم. أيوة تمام. يبقى في ناس بقوا. أيوة هذا دليل على أنكم ناس يعني الناس مش محترمين. الحالة الثانية مش محترم. أهدأ. والله إبراهيم ترى مزعج جدا أنت في الحوار. يعني هذا الحوار هو بالضبط يعني يصغر لك العقلية العربية. أنتوا ناس ما عندكم إمكانية تستمعوا. كمل أنتوا ما عندكم استعداد تستمعوا وتفهموا. عرفت كيف؟ إذا تجادلتم لا تستمعوا، وإذا استمعتم لا تفهموا، وإذا فهمتم لا تعملوا. أنا سامع. أنتم شعوب غوغائية هكذا ظاهرة صوتية تستحق بجد يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تستحق تعيش تحت جسد الأمم الأخرى. أوكي ماشي. انتوا فلما الناس اللي 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 كانوا خايفين من دفع الجزية والناس اللي كانوا خايفين انه ما يقدروا يطلعوا من البلد وخافوا من القتل دخلوا الاسلام في الوهلة الاولى. اما بقية وهذول الناس يعني مش كثر على فكرة. لذلك المسيحيين اليوم لو 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 يسترد الحال يعني في 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 فلسطين للمسيحيين
كلها 50 سنة ما راح يبقى مسلم واحد في هذه المنطقة. ليش؟ لأن كل الناس الذي شعوب من 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 أصول فلسطينية كلها راح ترجع لهوني. ولكن هذه الحقيقة، أنتم أبدتم شعوب بأكملها بطريقة الترهيب وطريقة يلا يصير عندك امتيازات إذا صرت مسلم. نفس ما عملتوا بالأكراد، نفس ما عملتوا بالعراقيين، نفس ما عملتوا بالشواب، نفس ما عملتوا بالمصريين، نفس ما عملتوا في الأمازيغ وفي هذه الأمم الأخرى. سبي قتل للعن أبو سلسفين البشرية. صحيح. وبعد ذلك تجي تقول والله هذول الناس دخلوا الإسلام. دخلوا الإسلام كيف دخلوا؟ الحروب الصليبية كانت تقوم من أوروبا لفلسطين بسبب تعاملكم مع المسيحيين واضطهادكم للمسيحيين. تتقبلوا هذه الحقيقة، تاريخكم مخزي. أنتوا كفلسطينيين أنتوا أولاد هذول الغزاة، هذول المجرمين. ما تجي تقول لا والله لا، ويجب أن ندفع الثمن نحن الآن. لا لا، حاول تكونوا محترمين. أنا مش فاهم إيش أعمل معاك، مش فاهم إيش أعمل. حاول تكونوا محترمين فقط. طيب ايش بدنا نكون احنا؟ بقول لك تستطيع تكونوا محترمين بال 48 احنا ما كناش محترمين مع مين؟ من 48 وانتم جالسين عم انسى بعد 48 صرنا مجرمين. لما 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 قامت الدولة الإسرائيلية على أراضي 48 كان يعني هالقد كله هالقد، عارف كيف؟ لا وين هالقد؟ وين بال 47 اجتمعت الجيوش العربية والفلسطينية وكنتم بتقولون ما راح يبقى يهودي في على هذا الأرض وكلنا راح نرميهم في البحر ولن يبقى كلام فاضي. طبعا كلام فاضي، هذه حقيقتكم، هذا التاريخ. طبعا كلام فاضي، احنا كنا لا مش كلام فاضي، احنا كنا ضعاف. مش كلام فاضي، لا والله لا كنا ضعاف. طبعا مش فاضي، انتم تنكرون حالة العنطزة. حالة العنطزة مش كلامك انت اللي فاضي، 50 سنة ثانية مش كلامك انت اللي فاضي، مش كلامك انت اللي فاضي. بعد 50 سنة لما 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 هذه غزة كلها راح تصير مستوطنات وانتم راح تطلعون منها بالكلية، تعرفون شو راح تقولون؟ تقولون نعم اجى اليهود، اجى الاسرائيليين وشردونا. بس ما راح تذكرون 7 اكتوبر بعد 50 سنة. ولكن إن شاء الله جيد الآن في إنترنت يكون وثق كل حاجة. بعد 50 سنة، بعد 50 سنة جنوب لبنان هذا اللي راح كلها راح تصير مستوطنات وراح تصير أراضي ومعسكرات إسرائيلية. بعد 50 سنة ما لما راح يجي اللبناني يقول إسرائيل احتلت أراضينا وأخذت جنوب لبنان، ولكن ما حدا منهم راح يذكر وقتها إنه ليش الصواريخ تبع حزب الله اللي كانت تنطلق على إسرائيل وتهدد يعني مواطنيهم في الشمال ما حدا راح يذكر. وهذا هو بالضبط اللي انت بتعمله. لا لا، 7 اكتوبر، 7 اكتوبر هذه المصيبة. هذه الفاضي، انا بقول لك 7 اكتوبر هذه الفاضية اللي كان عندكم 7 اكتوبر 48 واجتمعت الجزيرة العربية. 7 اكتوبر عار، 7 اكتوبر لحظة، واجتمعت ما ملوش قيمة. هذا الشعب الفلسطيني اللي يطلع يقول هذا الكلام، مش انت واحد. انت عندك احصائية بالشعب الفلسطيني كامل؟ ما عنديش احصائية، ولكن عندي فيديوهات انها كانت تطلع توزع حلو عصير على الناس. هل هو استطلاع محايد لكل الشعب؟ عندي فيديوهات وعندي انا فتحت فيديوهات. هل تقول ان الفيديوهات هي طريقه علميه في 48؟ لحظه يعني هل هي طريقه علميه لاستطلاع الفيديوهات؟ في 48 ايش عملتوا يا ابراهيم؟ في 48 ببساطه شديده قلتوا اجتمعتوا وهددتوا وقتلتوا وكنتوا تريدوا ان تقضوا. وطبعا انتوا ادفع من هذا انكم تعملوا هذا الشيء، يعني الشعوب العربيه ما كنا نستطيع. والدول العربيه تافهه جدا، يعني عارف كيف؟ ما كنا نستطيع. تفاهت ايران وتفاهت حزب الله ونفس تفاهت النظام السوري اللي مدعوس على ابو راس اهله، عارف كيف؟ مضبوط. ما كنا نستطيع نعمل لحظه ولكن لا، مش قضيه ما كنتم تستطيعوا، ما كنتم تستطيعوا وبتروحوا بتهددوا وبتقاتلوا، فاجوا مسحوكم لين ما وصلوكم في 67. في 67 عملتوا نفس الغباء، ما اتعلمتوا وسحقوا ابو سلسفين اهلكم لين ما اخذوا هذه الاراضي كلها. الان بعد ما صار عندكم منطقه في غزه تستطيعوا ان تحكموها حكم ذاتي مش مرتبطه بالسلطه، مش مرتبطة بحدا، تجيلكم مليارات إيران وقطر والدول العربية من كل مكان بتجيلكم هذه الأموال في بلدانكم، ما حدا له دخل بيكم. وكان حتى الأوروبيين، لحظة لا 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 لا، مو كيف، حتى الأوروبيين
حتى الأوروبيين كانوا الشعب معتر مسكين ما بيأخذ. لا 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 حتى لو ما الحماس في غزة كانت عايشة أحسن مني هنا في أوروبا. حتى الأوروبيين لحظة حتى الأوروبيين كانوا بيفكروا بجدية إنه يجلسوا مع حماس ويمهدوا لأنها تصير بالفعل يعني ممثلة عن الشعب الفلسطيني إذا عملوا انتخابات وفازوا على السلطة الفلسطينية. حماس انتهت بلا رد. هذا الكلام كله وصلت إليه طيب بسبب أن الإسرائيليين منطقة في غزة. ليش طلع منكم؟ طلع منكم أنكم قاتلتوا في يوم واحد 1250 شخص، خطفتوا مثل أي جماعة مافيا 250 شخص، وبعد هذا شعبكم التافه طلع للشارع يغني ويغرد ويزغرد ويرقص ويوزع الحلوى على الناس. مين اللي بده يعيش معاكم؟ ولكن انتوا ما تستحقوا تكون عندكم حارة تحكموها حقيقيا انتوا. هل تعتبر انها طريقة علمية الفيديوهات اللي بتحكي عليها؟ بلاش هذا الكلام الاهبل يا ابراهيم، يعني ارجوك يعني انت كلام اهبل لما وضع الشارع الفلسطيني. لما اقول لك الشارع الفلسطيني مين يحكم عليه؟ فيديوهات ابراهيم، يعني ارجوك فيديوهات يعني يا استاذ محمد صالح. فيديوهات هكذا سنعمل احنا بالفيديوهات. هذا الفيديوهات فيديوهات فيديوهات وليس استطلاع علمي كفاف وحايم. لا فيديوهات فيديوهات. طيب شكرا يا استاذ محمد. طيب شكرا كثير، بارك الله فيك. مع السلامة. احبك انا. نعم انا يعني ما دوم يتكلموا بالعقل هذول الناس. عمي شعب ما يعرف راسه من رجليه، ما دوم يتكلموني بالعقل على اي اساس؟